أول شي حطيت حدود اللوحة شلوشان، أدخل قلم ماي، الحين بس أضغط الماي وأسوي كذي. نفس الشي القلم أضغطه يطلع الماي وأخذ اللون. ببدي حين أحط اللون على الورقة، بحاول أخلي لون الأبيض أكثر، فبخلي بس لون خفيف. حين بنفس الطريقة بشيل أصفر، بسوي غيوم زي الماي. الحين 6 درجات الألوان نسويها تحت. الحين بالبنفسجي بعد بسوي غيوم. بالأسود برسم هني لاندسكيب، بزيد شوي هني زرق بهالشكل، وهني بنحط أشجار نازلة. شيل الشلوشن. خلاص شوفوا اللوحة شلون صارت، وهذه الأقلام إذا عجبتكم تقدرون تكبشرون عشان تاخذونهم. يلا باي.